الكبار دول اللي هي الولايات المتحدة يعني والاتحاد احنا خرجنا الروسي. كجامعة عربية من روسيا من سوريا، يعني سيبنا الأمر ما بين الدولتين الكبار. ما هو أحيانا كثيرة، للأسف أحيانا كثيرة تتخذ قرارات في لحظة من الزمن بدون تعمق لعواقب أو نتائج هذه القرارات بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة. الفكرة العامة على سبيل المثال أنه فلنقدم الملف الليبي إلى الأمم المتحدة لكي تقرر بشأنه، فيتدخل حلف الأطلسي بقرار من مجلس الأمن، وهو حتى قرار الحزب الحلف يعني استخدمه بشكل يتجاوز متطلبات هذا القرار، كسر البلد، كسر الحكم في ليبيا وترك هيك بتتكلم على مارس 2011 ترك الشارع ومشي، محدش فكر انه يا جماعه طيب بس لما بتكسر ليبيا الجامعه العربيه كان ليها غطاء اديته للاسف هذا الغطاء للاسف طبعا للاسف، لانه مين يحب كان يشوف النتيجه هكذا في ليبيا بعد خمس يعني سنوات. يعني الغطاء اللي خده من الجامعه في 2011 لقتل القذاف وتدمير ليبيا كان قرار خاطئ. انا في رايي انه ما كانش قرار صائب،